إذا متابعي الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وتحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء. شوطنا الثالث للأبكار الفطامين، هكذا ينطلق هذا الشوط مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى. متابعينا الكرام إلى المتحدة للسيف بن حمد بن رملي العامري ياتي في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام بهذه الأداءات الرائعة والجميلة، بينما الدخول في هذه اللحظات من شرف لإبراهيم بن علي بن مبخوت الجنيبي يصل في هذه اللحظات مقدما لنا شرف، بينما الوصول الآخر في هذه اللحظات من الشانية لبدر بن حمد الجنيبي يصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث، بينما رابع الأسماء الدخول في هذه اللحظات والوصول مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام من الاسم القادم هنا لم تدوم معنا في الكشف هنا متابعينا الكرام، ولكن سوف نتعرف عليها في قادم الامتار. عوده الى الصداره الاولى، عوده الى شرف مع المركز الاول والقياده الاولى، من تحتل الصداره الاولى، من تحتل المركز الاول. ابراهيم بن علي بن مبخوت الجنيبي هنا يقدم لنا شرف، يبي النقطه الثانيه، يبي النقطه الثانيه. الله الله الله، قدم وعد ويقدم شرف، تهانينا لابراهيم بن علي بن مبخوت الجنيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والنقطة الثانية لهذا الشعار. المركز الثاني الدخول مشاهدينا الأعزاء كانت شاني لبدر بن حمد الجنيبي، بينما ثالث الأسماء المركز الثالث هنا لم تدوم معنا في الكشف. إذا متابعينا الكرام عودتنا بالتاني والناموس لمالك شرف إبراهيم بن علي بن مبخوت الجنيبي، وتوقيتها الزمني كان أيضا دقيقة 41 ثانية 76 جزء من الثانية. تانينا والناموس.